خرجنا اليوم كلجنة متابعة إلى بعض المطاعم في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، ومنهم مطعم أبو ليلى ومطعم بيت الطين ومطاعم أخرى. الغاية من الجولة هي ملاحظة الإجراءات الصحية في ظل الظروف الحالية ووجود فيروس كورونا، وكذلك متابعة الأسعار في هذه المناطق في مسألة تناول الطعام داخل المطعم. الحقيقة وجدنا الأسعار اعتيادية كما بقية المطاعم في مدينة الموصل. وبالنسبة للإجراءات الصحية، كانت الإجراءات الصحية في المطاعم اللي زرناها إجراءات سليمة، ولكن كان عندنا توجيهات ببعض النقاط مثل التباعد في المكان داخل المطعم حتى ما يحصل ازدحام في داخل المطعم، وكذلك استخدام المواعين السفرية، وهذه توجيهات الرقابة الصحية اللي هم أحد أعضاء اللجنة معنا. قامت لجنة متابعة قرارة خلية الأزمة باشتراك مع شعبتنا شعبة الرقابة الصحية الأيسر، وبإسناد من قبل مديرية الأمن الوطني والأمن الاقتصادي، تم إجراء حملة صحية في منطقة حي البريد وكذلك منطقة حي البلديات، وذلك بمتابعة المطاعم مثل مطعم أبو ليلى وكذلك مطعم بيت الطين، حيث هدف نحن كرقابة الصحية هو حماية صحة المستهلك من أخطار المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وكذلك الأطعمة الغير الصحية، وكذلك من أهدافنا هو نشر الوعي الصحي للوقاية من مرض الكورونا.